السياحة بالمناطق الريفية منتوج آخذ في الرواج. الإقامة الريفية رياش محمد الطاهر نموذج أين تقضي العائلات أفضل الأوقات بعيدا عن الصخب بالطبيعة الخلابة والأكل الصحي البيولوجي. الفكرة هذه تاع السياحة جاتنا بعد ما درنا المعصرة، لقينا بلي بوكو جون سانتيريس لا ريجيون وسيرتو لهذا الدومين تاعنا باسكو مخدوم مليح فيه كلش، فيه الاشجار المثمره، فيه الزيتون، فيه الحيوانات. في هذه المناطق الريفيه انه قدرات الايواء ناقصه، ما عندناش قدره الايواء، انه شفنا بانه هذا هو المستقبل تاعنا، انه المواطن ولا السائح يلج الى هذه المناطق. وتماشيا مع شعار اليوم العالمي للسياحة، نظم الديوان الوطني للسياحة جولة استكشافية بولاية سطيف للوقوف على الإمكانيات. ومن بين المناطق الأخاذة ريفيا مدينة جميلة الأثرية ومنطقة حمام قرقور، أين يجتمع الديكور والرفاهية والمنتجات التقليدية التي يمكن أن تكون بديلا اقتصاديا للعائلات الريفية. المواقع اللي زرناهم راح بالطبع بيان سور ندير لهم الترويج والتعريف، مادام جاء مع هذا الشعار التنميه السياحه والتنميه الريفيه، نديروا لها الترويج ونعرفوها نعرفوا لها بالمقومات تاعها والمؤهلات تاعها. منطقه ريفيه، منطقة سياحية، سياحة بكل أنواعها، عندنا السياحة الحموية بامتياز، عندنا السياحة الجبلية، عندنا السياحة الريفية كذلك. بصحرائها وسواحلها ومناطقها الريفية، تبقى الجزائر واحدة من القبلات العضراء والمرغوبة عالمياً.